يلا بينا يا خديجة ونسيبها مع نفسها شوية. شكرا يا حودة، والله مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة، خديجة اللي أصرت تيجي تقعد معاكي. لا قدر الله لو خديجة هي اللي تعبانة، مش كنت هلاقيكي جنبها برضو؟ بعد الشر عنكم. ميرسي يا خديجة. أنا مبسوطة عشان بقيتي كويس. بحاول أبقى كويسة. إيه يلا بينا. مريم. باي باي. ايه؟ يا اذا حضرة الشياطين ولا ايه؟ ادخل اعمل الواجب وارحمنا من طولة لسانك. الباقية في حياتي. حياتك الباقية. بصي انا عايز اعتذر لك. انا المتأسف. انا ما كنتش طبيعية. ست سارة. فيك تروحي. خلاص أنا بقيت كويسة. اسمعي الكلام بقى، ما تخافيش، مش هاكلها. طيب تصبحي على خير، بليز إذا عزت أي شيء بتحكينا. مع السلامة. سامحني يا سالم، أنا ما كنتش في وعي. أنا مقدر، ربنا يكون في عونك. واضح ان المرحوم كان عزيز عليكي. معلش تسمحي لي؟ مش قادره اتخيل اللي حصل. حاسه ان السبب اللي حصل كان المفروض يبقى تعدي. ما كانش لازم اخليه ينزل من عندي. ده نصيبه. سالم انا سبب. وبعدين بقى السبب بس انا لا 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 وبعدين كله مكتوب. هو قدر يموت النهارده. انت بتحبيه؟ السؤال الغبي ده. طبعا اكيد بتحبيه، يعني مش معقول تزعلي الزعل ده كله عليه. مبقاش في أي حاجة خالص بينكم. وحشك؟ جدا. دي كده محتاجة بقى تبقي في حضن حد عشان يحسسك اللي انت فيه. مش كمان؟ بتعمل ايه يا سيدي؟ تعمل ايه؟ ايه؟ انت اتجننت؟ اطلع برا برا ولا اطلب البوليس؟ اخرج برا 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 يا حيوان، برا برا يا حيوان. Έρχεται τώρα. صباح الخير. طبعا لازم تجي متأخر. مش عريس؟ والنبي مش ناقصك يا عم داني. بعدين في عريس بكشر هيك صباحية عرسه؟ عريس إيه بس وزفت إيه؟ مش أنت كنت عند العروس الأرمل امبارح بتعزيها بجوزها؟ اللي بالحق هو أنت ليكوا يد في الموضوع ده؟ شو جنيت أنت؟ نحن شو قلنا مع اللي بتظهر معهم سارة؟ يا عم يا مالي، هي الولاية مفكرة إن المخابرات هم اللي ورا الموضوع ده وإن ما ماتش موتة ربنا. وأنت شو قلت لها؟ قلت لها أي موتة موتة ربنا. الله يقوي إيمانك. شوف برضو
بتتريق. كل ده عشان انت ما شفتش ايه اللي حصل لي امبارح. وشو اللي حصل لك يا عم؟ قعدت تسكر طول الليل، جيت امنحها قامت ماسكاني وقعدت تضرب فيا. اسكت اسكت، ده سكرها طلع وحش قوي. اوعد الله او النعمة. لا اذا حلفت يعني صادق. شكلك كده بقى غزلتك رايقه وهتنمرني طول اليوم. طول اليوم؟ ليش انا فضيلك؟ بدي اياك تعرض على سبوبه انه يجي يشتغل بالبكاله. اعتبره حصل. بس مش قدام الناس والقهوه. بسيطه، ممكن اعزمه في اي مكان. اوعى تجيب سيره الضابط قرابته، على الاقل بالوقت الحاضر. طبعا الله يطفش. احنا ندوقه طعم الفلوس وبعد كده نعطشه، ولما ريقه ينشف نفتحه في موضوع نسيبه. هاي صوره العيب. طب والله العظيم ده انا جامد جدا. انت عارف بس انت تلغيني ومش هتلحق على الكور اللي انا هصلحها لك. ما انا مش مخوفني الا اسلوب الشهادي تبعك هيدا. طيب قول لي ايه الاسلوب اللي انت تحبه وانا اعمله. ما في فايده. طب حق العزومه بتاعت بره القهوه. طيب